السلام عليكم، ملي كانت كاع بخير كلشي مزيان الامور. بالنسبه ان شاء الله البروغرام الغساد ايغات تمارين نحليق ولا داري لا وحليق باهره ولا شتان باهره الا دارت حليق غادي ان شاء الله غساد تمارين اختي كمي هاك اللي سكرخي اللايف يتقام غير اليوتيوب الناس نيت الدراري هاتي راه تسكرخ اللايف مع 12 ولكن حتى الدراري حتى نور دي غير اللايف ورد غير الدراري بزاف واقيلا سول طاسن. المهم غصاد ان شاء الله راه داو مسكرخ البروغرام اخت كمي وين نحلي لا الدراري لا تفرخين وانا تعنين غير المشكل نحلي بالكاس اتي راه داو مسكرخ البروغرام اخت كمي ان شاء الله حاولت تتسكر حاولت تكثر بزاف لي ريبيتيسيون وان شاء الله اوريلي بلا الخير تولد انا خلي مسافتو ابلا تي كمي غا ما يتخت كمي ان شاء الله تي سلامت نون تسلمت نيت كمي نون غاينا خي ماني مال الرياضه عتي تلابدا الحمد لله ارتمنا ديما داو سكار خا ما كنت نفعل خليكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا وتنميت نون الدراري ولا كنت انت تفرخين الفيديو ان شاء الله غادي يشكل. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. Yeah.
السلام عليكم الخوت. المهم مرة داوني نيخ بالنسبة للتمارين اللي ساوني خرات نسكخ خت كمي هاتي سالة نغيلة كان حضرش التمرينات كان حاول التمرينات اتنسكرت السيمانة كاملة، يعني اتسكرت نهار نهاري نهار لا نهاري نهار لا، وتحاول تخدم لي ريبيتيسيون كي تسكرت 20 20 20، يعني كل سيرة كي تسكرت كل تمرين كي تسكرت 20 20 يعني 60، يعني اختي الحسابات انت تبارك الله هاتي راه تخدم انت احلى منك مزيان. غير بالنسبه لي هاد الحاجه سيتي سان ايغات نظام غذائي، اشكون اهم حاجه ايغات نظام غذائي يغدي وربي الثمانيه درت مسكات وسكرت نظام غذائي هاتي المستوى نكو، يعني ورات لك متغير اللي دريت باش هكا تيسال، يعني ضروري اتسكرت يعني نظام غذائي ايغا متوازن اللي كيوافق نكي تشتت، يعني الماكله تيغا صحيه بزاف تنقص لي كارب كل ما يعني كل ما وراك ينفع، ولذلك ما استسكرت غير باش هاد لك المستوى اللي درت غدي. اشكو ضروري التمرين داك فيه خصك تسكرت نظام غذائي اكين فع، يعني نظام غذائي فاتي طولت لنيت على الاقل 3 شهور باش هادي سانت المستوى نكمل لكم. غادي يور برشات غير الماكله عاديه نقدر تشات غير الماكله اللي دريت كي تاش كي درت سكرت التمارين نحليك اخت كمي هاتي ورات لكم المستوى اللي دريت غادي تري غير تستكم هاد الدراري. المهم الخوت غير باش هكا تيسالم اول مره تسكر خلف الفلوغات ستشلحيت ارتمنا قدري تا تناشكو ديما ريت تنين حاولت تتساوى ساش الحيت هاتي اش الحين نلقى، ولكن غير باش كتسلكم تات المهم تحاول كتسلكم خل المعلومه اي تقال يا العربيه يا تمازيغ. المهم الخوت هاكا تساوى النيخ حاولت تبع البروغرام هاتي راه كلين في عباره باره الله يفرخان لا تيفرخين، يعني غير هاد الازمه ديالنا غير تحاول تسكر التمارين تخدمي باش تلقى المستوى اللي درام ان شاء الله وراني بلا الخير ديال الحاجه من التينيخ خرت فوا غامي تختقمي تيقمي 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 ان شاء الله راه كل تكرم كل شيء ان شاء الله يخفوت الازمات ان شاء الله بنادم يفتسي النيره. وتحيه لكم نتمنى خل الفيديو داكم يعجب لا درين وقادر لا المهم يمازيغنينا كل هولندي شلحين ضيع عرب كل شيء كنتمنى حكم يعجب ورا تنسى من الكومنتري فولكين. تحيه لكم الخوت.